وأخيرا لنا لقاء مع يوسف شاهين. أنا واحد من الناس ما بحبش أبدا كلمة في التاريخ، ولكن حرفيا وغصبا عني مش بمزاجي، الأرض هو أعظم فيلم في تاريخ السينما المصرية. فعلى بال ما الانترو يخلص بقى اشترك في القناة علشان عندنا كلام مهم جدا عايزين نقوله. النكسة ما كانتش نكسة، ما كانتش هزيمة، وما كانتش حرب، أو زي ما قال الشيخ حسونة: لا هي شجاعة من اللي ضرب ولا ضعف منا. عشان كده ما كانتش نكسة، كانت انتكاسة من نظام حكم وعد بالحرية لنظام حكم ما بيعترفش بيها أصلا. في البداية كده عشان نكون متفقين، يوسف شاهين ناصري، يعني مش شرط وانت في 2019 تلاقي نفسك متفق مع كل حاجة هو هيقولها، ولكن في النهاية دي وجهة نظره هو، وخلونا بقى نشوف ازاي عرض وجهة نظره من خلال الفيلم ده. أغلب الأفلام التقيلة والكبيرة واللي فيها درجة من درجات التعقيد بتلاقي المخرج والكاتب حاطين لك الفيلم ما بين قوسين، وفيلمنا ما اختلفش كتير عن النظرية دي. هتلاقي المخرج والكاتب برضه حاطط لك الفيلم ما بين قوسين، الفيلم بيبدأ على كلوز لإيد أبو سويلم في الأرض، وبيخلص على كلوز لإيد أبو سويلم في الأرض، وبين الكلوز في البداية والكلوز في النهاية رحلة طويلة جدا مليانة بأحداث الفيلم. الكلوز الأول في بداية الفيلم وهو بيطبطب على زرعته اللي زرعها في أرضه اللي بتبور، والكلوز التاني في آخر الفيلم وهو متمسك بيها عشان ما تروحش منه وهو بينزف بالدم. وهي دي رسالة الفيلم ببساطة: انت خسرت الحرب وأرضك ضاعت منك، هتسيبها بقى ولا تتمسك بيها لآخر نفس؟ بس خلونا نخش في التفاصيل أكتر ونشوف إزاي شاهين قدر يوصل الرسالة دي. كلنا عارفين إن شاهين ما بيحبش الرموز، وهو بنفسه قال أكتر من مرة في أكتر من لقاء ليه إن هو ما بيلجأش لاستخدام الرمز في أفلامه، يعني بالبلدي بيقول للأعور إنت أعور في عينه. بس هي الفكرة، هو بيقول ده إزاي؟ يعني مثلا أنا واحد عايز أشتم في الحكومة، فهاجي بلاش الحكومة، شاهين واحد عايز يشتم في الحكومة، فمش هيجي بقى في الفيلم بتاعه يقعد يشتم في الحكومة ويقول الحكومة عملت وسوت وسوت، لا خالص، مش سينما، ولكن هجيب شخصية أحطها في الفيلم بتاعي أدلل بيها أو أسقط بيها على الحكومة وأبدأ أعرض وجهة نظرها ووجهة النظر المضادة ليها اللي هي وجهة نظري أنا. طيب أمال إيه بقى عدم لجوءه للرمز؟ الرمز حاجة والرمزية حاجة تانية. يعني هو ما بيلجأش للرمز لأنه ببساطة ما بيخبيش ده، هو بيقول لك دي الحكومة، الشخصية دي أنا بسقط بيها على الحكومة، أو بسقط بيها على فئة معينة، أو بسقط بيها على حاجة معينة أنت كمشاهد هتفهمها بمنتهى البساطة، ولكن ما بيستخدمش رمز متداري أو مستخبي محدش فاهمه غيره هو وكام واحد تاني يعرفه. عشان كده كان طبيعي جدا إنك تلاقي في فيلم الأرض كل شخصية بتمثل حاجة في المجتمع، والبداية مع أبو سويلم، أبو سويلم اللي شاهين نفسه ياما قال عليه إنه أعظم شخصية في تاريخ السينما المصرية، وما أعتقدش إن إحنا كتير ممكن نختلف مع الكلام ده، ولكن خلينا نشوف مين هو أبو سويلم في المجتمع بتاعنا. أبو سويلم هو البطل والرمز المخلص والمنقذ للشعب ده، أبو سويلم هو قطز، هو سعد زغلول، هو مصطفى كامل، هو محمد فريد، ومن وجهة نظر يوسف شاهين هو جمال عبد الناصر. أبو سويلم هو كل الناس دي، هو الرمز اللي الشعب بيستناه علشان يخلصه. وكده طبعاً عرفنا مين وصيفة، بس شاهين ما كانش بسطحية ان هو يدلل على مصر بالفلاحة الشامخة اللي لابسة الجلباب اللي فاهمة كل حاجة في الدنيا والكلام ده، لا، هو كان بيدلل على مصر الجديدة، مصر اللي بتبدأ، مصر المراهقة واللي الكل طمعان فيها. اما الشعب بقى فبرضه شاهين ما كانش بسطحية ان هو يسقط على الشعب كله في شخصية واحدة بس، احنا كلنا ما بيننا اختلافات وتنوعات وخلافات كتيرة جدا، ولكن في النهاية كلنا شعب واحد، فكانت النتيجة ان هو اسقط على اكتر من فئة بالشعب في اكتر من شخصية مختلفة. والبداية مع دياب، دياب اللي بيمثل فينا الفقر والجهل والجوع، وهتلاقي عندك محمد افندي، محمد افندي اللي عامل فيها مثقف وفاهم كل حاجه وبيتنطط على اهل بلده، محمد افندي بيمثل شاهين وامثاله من وجهه نظره هو، هو كان حاطط نفسه وامثاله من ضمن او في شخصيه محمد افندي، ان احنا قعدنا نتنطط على الناس وعاملين اننا فاهمين كل حاجه وفي الاخر لبسنا الناس في الحيطه. تالت فئه بقى وهي عبد الهادي، وعبد الهادي بيمثل الاصل في الشعب المصري، الفئه اللي لما بتكبر بيطلع منها بسويلم، بيطلع منها البطل المخلص والمنقذ للشعب ده. وان بابوك محمد ابو سويلم ده عمره ما يرتاح ولا يملى عينه غير عبد الهادي، اصله زيه كله، لا كله طخ. كل دول بقى باختلافاتهم وبخلافاتهم بنشوفهم ازاي في الوقت العادي بيقطعوا بعض وبيبهدلوا بعض، ولكن حرفيا لما بتحصل مشكله بتعم على الكل بنشوف الكل واقف مع بعض.
نسيب كل دول بقى ونروح للعمدة، والعمدة هو بيمثل الحكومة، الحكومة نفسها مش عبد الناصر، الحكومة اللي سلمت الجيش للغزو اللي خسرتنا الحرب. بعد حكايتنا، حكايتنا مع محمود بيه وابويا وابوه وجده وجدتي، هذه الحكايه اللي من قديم الازل. وبيتم الإسقاط عليها بأقدم إسقاط على أي رجل دولة في السينما طبعا، ولكن هو وقتها كان حاجة جديدة جدا، وهو الإسقاط بالضعف الجنسي. حسبي الله ونعم الوكيل. ما تزعقش يا عمده، صحتك ما تستحملش. بعد كده طبعا عندنا الشيخ حسونة، وهو اكتر شخصية معروف هي بتمثل مين في المجتمع من اول زورها ولحد اخر مشهد ليها. الشيخ حسونة بيمثل الازهر، وشاهين كان شايف من وجهة نظره ان انت بعد الحرب او بعد الهزيمة دي دورك كازهر ان انت تشحن الناس تجاه الحرب وتشحن الناس تجاه استرجاع ارضهم، ومن وجهة نظره كان شايف ان هم ما عملوش الدور ده بالشكل الانسب. طبعا هم عملوا ده بعد كده، ولكن احنا بنتكلم في الفترة اللي اتكتب فيها الفيلم من 68 69 في الرينج ده، هو كان شايف من وجهة نظره ان هم ما عملوش الدور ده. طيب لو انا ما خدتش بالي او ما ربطتش ظهور الاول للشيخ حسونة ده بكونه بيمثل الازهر في المجتمع بتاعنا، هلاقيها موجوده بشكل مباشر وواضح جدا في المونولوج الشهير قوي اللي طبعا من كتر السف عليه خسر كتير جدا من قيمته، مع انه من اعظم الحاجات اللي اتقالت في السينما المصريه بشكل عام. واللي ما يعرفش طبعا المونولوج ده اتعاد اكتر من 25 مره، بالرغم من انه في مرات كتير جدا كان بيتقال فيها صح، ولكن شاهين كان مصر ومصمم ان كل جمله مكتوبه في السكريبت لازم تتقال زي ما اتكتبت بالظبط. ليه بقى؟ لأن كل جملة بتمثل حاجة معينة وبتشرح لنا حاجة معينة نقدر نفهم منها المجتمع كان بيدور إزاي في الوقت ده. وأكتر شخصية اتشرحت لنا في المونولوج ده هو تاريخ الشيخ حسونة مع الشعب المصري بداية من ثورة 19 وصولا للحظة اللي احنا فيها ساعتها. حاربنا سوا أيام الإنجليز وأيام السلطة، رحنا الشام في عز البرد والتلج الحارق، شفنا الموت بعينينا، وفي ثورة سنة 19 حاربنا مرة تانية مع سعد باشا، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. وادي عبد الهادي، وادي محمد، وادي دياب، وادي عبد الرحمن وغيرهم، كل أولاد البلد قاعدين يتفرجوا علينا واحنا حاطين ايدينا على خدنا وعمالين نتكلم ونلطم زي النسوان. طيب نقطة الهجانة، لأن النقطة دي وقعت ناس كتير جدا في الفيلم ده، لأن ناس كتير بتبقى فاهمة الفيلم وماشية مع الفيلم كويس جدا، لأن هو برضه مش فيلم صعب، مش فيلم معقد قوي يعني، الدنيا سهلة وبسيطة فيه، ولكن تيجي عند نقطة الهجانة ما تعرفش تسكتها على حاجة معينة في المجتمع وقتها، تقول لك خلاص بقى ده شاهين كان بيخرف، وإيه اللي مرجعه ليه العشرينات عشان يجيب لنا الهجانة من العشرينات، ونبدأ نشوف الناس دي بتسكت على إيه أو بتتكلم على إيه، مع إن الدور أو الرسالة اللي وصله ظهور الهجانة في الفيلم ده كان مفيد ومضيف جدا 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 للفيلم. مين هم الهجانه دول بقى؟ الهجانه دول هم كانوا في الاصل جنود مصريين كانوا بيقوموا ببعض العمليات وبعض المهمات الخاصه، لحد ما راحوا في وقت من الاوقات فتحوا السودان واستقروا هناك فتره، وبداوا يتجندوا ناس سودانيين معاهم، وبدا يبقى في ضباط سودانيين جنب الضباط المصريين، وبعد فتره من الوقت رجع الضباط المصريين استقروا في مصر هنا، وفضلت الهجانه سودانيه لوقت طويل جدا تحت قياده الضباط السودانيين. طيب ايه ضروره وجودهم في الفيلم ده؟ حاجه مهمه جدا، ان الهجانه دول في الفتره اللي كانوا موجودين فيها والفتره اللي بيتحكي فيها الفيلم كان ليهم تاثير كبير جدا، فشاهين قرر انهم يكونوا موجودين في الفيلم علشان يوجه من خلالهم رساله مهمه جدا، ان انت لما بتفقد ارضك بيبقى عندك حل من اتنين، يا الاستسلام يا الموت، وانت اختار. قبل ما نخش على مشهد النهايه بقى، في شويه تفاصيل بسيطه جدا كده في المشهد الاخير ده، كان يوسف شاهين بيوجه من خلالها رسائل كتير جدا مهمه جدا، انه وقت الضرب الحقيقي او وقت الازمه الحقيقيه مين اللي وقف ومين اللي فضل متمسك بارضه ومين اللي جري وخاف وما قدرش يقف 5 دقائق على بعض. اجري يا محمد يا فندم، اجروا اجري اجروا يا رجالي. ونيجي بقى للنهاية، زي ما قلت أنا ما بحبش كلمة في التاريخ، ولكن المشهد ده هو أعظم مشهد في تاريخ السينما المصرية، مشهد سقوط الرمز، البطل المخلص والمنقذ بتاعك وقع قدامك لوحدك. هي دي رسالة شاهين اللي كان بيوجهها في المشهد الأخير العظيم جدا اللي مليان بإسقاطات كتير جدا ورمزيات كتير جدا في كل كادر وفي كل حركة كاميرا وفي كل لقطة وفي كل جملة اتقالت في الأغنية العظيمة اللي كانت موجودة في الفيلم ده. ولحد هنا وخلص الفيديو، لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير واشترك في القناة، والأهم من كل ده إن أنت تقول لي في الكومنتات رأيك في فيلم الأرض، وإيه أكتر فيلم بتحبه من إخراج يوسف شاهين، وتابعونا على فيسبوك. أشوفكم الفيديو الجاي. سينما.